دوليا تتوسع دائرة الانتفاضة والرفض الشعبي بمختلف المدن المغربية، حيث تتعالى أصوات المحتجين الرافضين لخيانة نظام المخزن للقضية الفلسطينية وعمالاته للكيان الصهيوني، فيما قوبلت المظاهرات السلمية بقمع وحشي من قبل قوات نظام المخزن. التقرير لصالح قاسي. غضب واحتجاجات واسعة شملت كل القطاعات، ذلك هو المشهد الذي يميز الوضع بالمملكة المغربية، والتي لم تخل شوارع مدنها منذ عدة أسابيع من المظاهرات والاضطرابات المتتالية، احتجاجا على الوضع المعيشي من جهة، وتنديدا بسياسة التطبيع التي انتهجها نظام المخزن مع كيان الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى. هذا التطبيع هذا كاين مبني على السوء، مبني على الغدر، وبني على الظلم، وبني على ان الناس هادو باغيين يحولوا المنطقه قم ديال المغرب العربي لواحد المنطقه بحيره من الدم. نظام المخزن المغربي لم يأبه الى صرخات المضربين ولا للاحتجاجات التي هزت وتهز المملكه، خاصة في قطاع التربية، بل ذهب بعيدا ليضرب كل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان في حق شعبه، ليحاكم هذه المرة الأطفال القصر على مشاركتهم في التجمعات الاحتجاجية، حيث تمت إحالة 16 تلميذا من بينهم قصر على القضاء بتهمة تنظيم الاحتجاجات، وتم الاستماع إليهم من قبل الدرك الملكي قبل إحالتهم على العدالة، عدالة تفتقد لكل مواصفاتها مع القصر، ومعها يفقد نظام المخزن كل صفة للعدالة أو سمة للديمقراطية مع أبناء الشعب المغربي الغاضب من أجل كرامته وقيمه ومستقبله.